فوز كبير لنادي الزمالك على النادي الاهلي في مباراه القمه 3-1 بسبب عنوان عريض. كارتيرون لعب اللعب المنطقي الطبيعي بدون اي فلسفه بدون اي مغامرات، وحط لعبته في اماكنها الطبيعيه فوصل للهدف المنشود. على الناحيه الثانيه فايلر عنده غيابات لكن عمل مغامره شديده بانك تغير طريقه اللعب وتخليها 4-3-2-1 وتحط 3 هاف ديفندرات، الامر اللي ظلم 2 لعيبه في وجهه نظري خصوصا في الشوط الاول، محمد هاني ومحمد مجدي قفشه. الاثنين دول فعلا اتظلموا في خطه فايلر، وكمان فايلر ارهق لعبته بدنيا وضيع 45 دقيقه كامله من وقت الفريق، وطول ال 90 دقيقه النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي بيلعبوا تحت الضغط، حتى هم متعادلين تحت الضغط تحت الضغط تحت الضغط. بسبب ايه؟ بسبب الخطه الغلط اللي بدا بيها فايلر، رغم ان طبعا عدل الامور شويه في الشوط الثاني، ولكن الاساس كان غلط، وبالتالي كل الامور في نهايه المباراه وصلت لنتيجه ربما اللي يتابع سيناريو المباراه يشوفها كبيره شويه مقارنه بالفرص والارقام اللي انا هقولها لكم، ولكن الاكيد النادي الزمالك يستحق الفوز لانه كان الفريق الاقل ارتكابا للاخطاء وابدع في المساحه المتاحه للابداع. ما عملش اي شيء فجائي، ما عملش اي شيء ممكن يخليه يشيل ثمن كبير زي ما فايلر عمل. طيب خلونا نبدا النهارده، التحليل ممكن يطول مننا شويه ولكن طبعا عشان عندنا احداث كتيره هنتكلم عليها. تعالوا نبدا من الاول بدايه المباراه ونشوف شكل الملعب كان عامل ازاي. النادي الاهلي فاجئ، وفايلر على وجه الخصوص فاجئ كل متابعين المباراه بانه حط 3 هاف ديفندرات في نص الملعب ولعب بطريقه اقرب الى 4-3-2-1. كان واضح جدا جدا ان اجاييه واخد الجانب الايسر قدام علي معلول، وواضح جدا جدا ان قفشه كان مطلوب منه يلعب قدام محمد هاني في جبهه. احنا دايما بنقول محمد هاني ربما عنده ميزه السرعه، عنده ميزه صغر السن، انما عنده مشكله دفاعيه وعنده ميزه في الهجوم، لكن عنده مشكله في الدفاع، فلازم تحط معاه دايما لعيب قوي دفاعيا عشان يسند معاه. لكن ما شفناش ده، وشفنا دايما ان مجدي قفشه غصب عنه اللعيب بيحن دايما لمركزه الاصلي، كان دايما يستلم الكوره هنا، يعني قفشه كان بيبدا يستلم الكوره هنا، لكن غصب عنه كنا بيه بيتحرك ازاي ياخد الكوره ويخش جوه، فكان سهل جدا جدا على لعيبه نادي الزمالك يتكاتلوا عليه. وعشان كده قفشه ما بانش خالص في الشوط الاول. لما قفشه فشل في انه ياخد الكوره ويعمل هجمات للنادي الاهلي كتير في الشوط الاول، غصب عنه راح عامل ايه؟ راح سايب مكانه خالص وبدا يخش في قلب الملعب، وبان النادي الاهلي كانه بيلعب من غير جناح ايمن. طبعا بنتكلم النادي الزمالك وكارتيرون راس اللعيبه بتاعته 4-2-3-1، وفي الحاله الدفاعيه كان نادي الزمالك بيلعب تحت الكوره. يعني ايه تحت الكوره؟ يعني كل لعيبه نادي الزمالك واقفه في نص ملعبها مضيقين المساحات على النادي الاهلي، وبالتالي كان صعب جدا جدا عمليه التمرير. واحنا عارفين كارتيرون، شفناه في مباراه النادي الاهلي في السوبر، شفناه قدام الترجي في السوبر الافريقي، وشفناه قدام الترجي في الماتشين بتوع دوري ابطال افريقيا. في الماتشات الكبيره دايما بيركز على الهجمات المرتده، استحواذ انا مش عايزه، والارقام تدل على ده، واقول لكم رقم مهم. الاستحواذ في مباراه كون 57% للنادي الاهلي 43% لنادي الزمالك. كارتيرون ما كانش عايز الاستحواذ. الرقم اللي يعرفك فعلا المشكله كانت فين، تخيلوا النادي الاهلي في المباراه دي ليه كام محاوله على مرمى نادي الزمالك؟ 24 محاوله على المرمى، كام واحده منهم صح؟ 6 6 بس من 24. طيب وجاب منهم طبعا من الستة دول جاب هدف وحيد. طيب نادي الزمالك بقى عدد محاولاته على المرمى كام؟ 9 محاولات بس، 9 محاولات، كم منهم محاولة صحيحة؟ 4. الأربعة جي منهم 3 أهداف. هو دي عقلية كارتيرون، أنا في الماتشات الكبيرة مش عايز أجهد لعيبتي، كله يقف وهنعتمد إن الفريق التاني هو اللي يغلط وإحنا نستغل الخطأ ونلعب على المرتدات. نرجع للبورد وأكمل لكم الشرح. فالشوط الأول كان واضح جدا جدا المشكلة أو اللعب كله في الـ 45 دقيقة دي على الجبهة دي. محمد هاني ومجدي قفشة في مواجهة الجانب الأيسر من نادي الزمالك، عبد الشافي وبن شرقي. قفشة بعد بالظبط افتكر ربع ساعه
بدأ يتخلى وياه، أو بعد 10 دقايق بدأ يزهق من كتر ما بيستلم الكورة على الطرف، ولعيبة نادي الزمالك بتضغط عليه بكل سهولة، كل سهولة دبل بريس بيتعمل عليه والكورة بتتخطف منه. فعمل إيه؟ بدأ يسيب مكانه، بدأ يهرب لجوه، يرجع لمكانه عشان يبان، عشان مش كل الاختبارات اللي اتحط فيها يبقى كلها نتائجها سلبية أو فاشلة بالنسبة له والكورة بتقطع منه. وبالتالي لما بدأ قفشة يخش جوه في أحد الهجمات اللي كان لعيبة نادي الأهلي كلها متقدمة، ولعيبة نادي الزمالك أعتقد كان فاول، ولعيبة نادي الزمالك كلها في نص ملعبها، فطبعا الهجمة المرتدة تعرفك إن محمد هاني مثلا كان متقدم وطاير لقدام، على طول الكرة ارتدت واتلعبت بسرعة. مين جري؟ بن شرقي. محمد هاني كان متأخر عنه، محمد هاني طبعا في اللعبة دي هيعمل أي حاجة هياخد إنذار في وقت مبكر، فمحمد هاني ساب بن شرقي يفلت منه لغاية لما اتحط في مواجهة مع ياسر إبراهيم، وطبعا ياسر إبراهيم كان خايف من ركلة الجزاء، فبن شرقي قدر بمهارته يعدي منه. الهجمة التانية في الشوط ده بنفس السيناريو، كوبي وبيست منها، بس محمد هاني كان اتعلم لما لقى نفسه في مواجهة أوباما، وأوباما كان برضو فارق بالسرعة، فمحمد هاني قال لك لا، لن يلدغ المؤمن من الجحر مرتين، وراح هوب عامل الفاول الاضطراري عليه وخد الإنذار. وبالتالي نشوف إن كارتيرون نجح في إنه في الشوط الأول يروح على مرمى محمد الشناوي بهجمتين بس، هجمتين بس راح عليهم، جاب من واحدة هدف وجاب بالتانية إنذار لمحمد هاني الباك اليمين. الناس كلها انا شايف التعليقات حتى ما بين الشوطين وبعد المباراه كل هجوم على محمد هاني، كل هجوم على محمد هاني. لا، مع كامل احترام طبعا لوجهه النظر، محمد هاني مظلوم، مش ذنبه، اتحط في اختبار قوي جدا ومرمي لوحده، نفس الامر اللي اتحط فيه في ماتش سان داونز ايام لسارتي. يا جماعه وانتم بتحاسبوا الفول باك ما تشيلوش هو الليله كلها، لازم تحط جزء على الجناح اللي قدامه، اللي ما ينفعش النهارده تسيبني لوحدي. حتى ما كانش فيه اي ترحيل من لعيبه خط الوسط على محمد هاني، وانت اوريدي عارف نادي الزمالك اصلا كل هجومه من على الاطراف، نادي الزمالك ما بيهاجمش من العمق، احنا عارفين ده، دي حاجه مش جديده. وبالتالي الكثافه العدديه اللي عملها النادي الاهلي في نص الملعب كانت بلا فايده، بلا اي فايده، في لعيب زايد ملوش اي فايده في نص ملعبك ولا فارق معاك في الاداء. ليه؟ نادي الزمالك اصلا بيلعب على المرتده، نادي الزمالك مش هياخد الاستحواذ ويلعب، ودي على كده ايه؟ الكرات الطوليه، اديكوا رقم مهم جدا في الكرات الطوليه اللي نادي الزمالك عملها في المباراه، عمل 23 كره طوليه. ليه؟ ده اسلوب لعبه، ده اسلوب لعبه. لكن رغم ان النادي الاهلي كان معاه الاستحواذ، واللي يعرفك ويثبت لك النقطه اللي انا بقولها لك، ان فايلر ضغط لعيبته، النادي الاهلي مش متعودين عليه خالص في طريقه لعبه، بيلعب كرات طوليه، عمل 55 كره طوليه. ده بسبب ايه؟ مش ما كانتش خطه، لا خالص، ده بسبب العجز، بسبب ان الفريق عاجز في اختراق دفاعات نادي الزمالك، فبدا يلعب الكرات الطوليه معتمدا على بادجي. بصراحه بادجي عمل مباراه رائعه في وجهه نظري، عمل مباراه رائعه، بدا يعتمد على بادجي ان هو يبقى محطه لعبه وينزل الكوره. ففي الشوط الاول طبعا كانش ينفع الكلام ده يحصل. ليه؟ انك بتلعب بس بثلاث لعيبه في الهجوم، الجناح والجناحين اللي ورا المهاجم. لما نزل وليد سليمان الوضع اتحسن، وشفنا قد ايه بادجي ووليد سليمان بيعملوا الحركه بتاعت ان بادجي يسرق معاه مدافع في الظهر وينزل الكوره لوليد سليمان وهو بيجري من وراه في الشوط الثاني. وعشان كده النادي الاهلي كان شكله افضل بكتير في الدقائق الاولى من الشوط الثاني، وكنا حاسين ان النادي الاهلي بعد حتى ما تعادل قادر ان هو يجيب الهدف الثاني. طبعا مش عايز انسى ان النادي الاهلي كان له ركله جزاء سليمه 100% بتاعه وليد سليمان، ومش فاهم بصراحه ليه الحكم لما رجع للفار ازاي ما حسبهاش، كانت غريبه جدا. ولكن في ظل كل ده وانت تحسن ادائك، ما تنساش انك بتلاعب فريق قوي جدا على المستوى الفردي، لعيبه عندها مهارات كبيره جدا جدا، فلما تحط في موقف واحد على واحد مصطفى محمد مع ياسر ابراهيم ايه يتخلص منه ويجيب الهدف. ده بسبب ايه؟ مش بسبب خطه ولا حاجه خالص، لكن بس انك بتلعب فريق عنده مهارات، فريق عارف بيلعب على جزيئات بسيطه، عارف هو امكانياته ايه، مش شايف نفسه يقدر يعمل التيكي تاكا ويقدر يلعب على الاستحواذ، هو مش عايزين خالص. كارتيرون مش بتاع الحاجات دي، كارتيرون بيلعب على الامكانيات المحدوده اللي عنده في اللعب. وكمان هو فاهم تماما ان في الوقت الحالي وبعد العوده من كورونا انا ما اقدرش اجهد لعيبتي، ما اقدرش احطهم في اختبارات صعبه جدا، مش زي فايلر. انت جهدت لعيبتك ليه؟ الشوط الاول لو رجعنا له ورجعنا للشكل كنت بكلمكم فيه، قفشه واخد الحته دي رايح جاي رايح جاي رايح جاي،
تعب، اجهد اجهد تماما. وطبعا بادجي لياقته تسمح، لكن قفشه لياقته ما كانتش تسمح له انه يكمل كده طوال المباراه. عشان كده في الشوط الثاني قبل حتى ما يتغير كلنا كنا شايفين ان قفشه مش قادر يجري في قلب الملعب. وطبعا اكيد تغييره اليو ديانج كانت واضحه جدا جدا جدا. ليه؟ عشان هو كان واخد انذار، هو خاف انه يكمل في المباراه فياخد الانذار الثاني اللي كان اداؤه عنيف. ده بسبب ايه؟ بسبب العصبيه اللي انت حطيتها على لعبتك. انت ما مديتش لعبتك، ما ساعدتهمش انهم يلعبوا بأريحية، يلعبوا بطريقة مناسبة ليهم. تضغطتهم عصبيا، ضغطتهم بدنيا، كلهم مرهقين. حتى بعد التعادل كله بيلعب مضغوط، كله عايز يكسب، كله عايز يجري. وبالتالي الزمالك بيلعب بأعصاب هادية، بيلعب بأعصاب هادية، وقدر في الشوط التاني يستغل الهجمات المرتدة ويجيب منها التلات اهداف. وتاني افكركم التلات اهداف جم من اربع محاولات بس على المرمى ناجحه. يعني الزمالك عمل 9 محاولات منهم 4 بس ناجحين، جاب منهم 3 اهداف. وده احنا بنتكلم في نسبه 75% من نجاح استغلال الفرص اللي على المرمى اللي اتيحت ليا في المباراه. ببساطه ده كان تحليل مباراه القمه. فوز مستحق تماما نادي الزمالك، ربما يكون فعلا الخساره الوحيده لنادي الزمالك الاصابه اللي شفنا عليها عبد الشافي. اتمنى ما تكونش كسر، كان طالع بايده يعني مش قادر يحركها، لان طبعا اكيد هيبقى لو قدر الله الاصابه جامده ده معناه ان عبد الشافي مش هيلحق مباراه الرجاء. ومهم جدا جدا لنادي الزمالك وجود لاعب زي عبد الشافي في هذه المباراه، وان شاء الله ان شاء الله ادعوا له بالسلامه انه يلحق مباراتين الرجاء في نهايه شهر سبتمبر. وده اعتقد الاختبار الاهم لنادي الزمالك. بطولة افريقيا اهم بكتير من بطولة الدوري في الوقت ده. هارد لك للنادي الاهلي. اول غلطة فعليا او مباراة غلطة فعليا لفايلر منذ توليه مسؤولية الفريق. نتمنى ان الجهاز الفني يشوف المباراة ويبقى واضح وصريح وعادل مع نفسه ويعترفوا باخطائهم اللي ارتكبوها في المباراة، رغم طبعا اكيد كان في غيابات. ولكن ليه؟ عشان ده درس مهم ليك جدا 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 قبل مواجهة الوداد المرتقبة في دوري أبطال أفريقيا، لأنك استحالة في مباراة سيمي، في مباراتين سيمي فاينال ترتكب هذا الكم من الأخطاء وتعتقد أن أنت ممكن تتأهل. شكرا جزيلا ليكم، كان معكم كريم سعيد.